مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطائر الحليب التركية. عنا كوب ونص حليب، بيضتين، 4 معالق طعام زيت نباتي، 4 معالق طعام سكر، ملعقة طعام خل، ملعقة صغيرة فانيلا، نص ملعقة صغيرة ملح، وكوبين طحين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط السكر، الفانيلا والملح، بخلطهم منيح مع بعض بعد ما خلطتهم منيح. هلأ بحط الزيت النباتي، الخل والحليب. كمان بخلطهم مع بعض. رح احط كمان ملعقتين بيكنج باودر، ملعقتين صغار. بحط طحين، بخلطهم كمان مع بعض. بس خلصنا خلط، هلأ بتركن 5 دقايق ترتاح العجينة. بعد ال5 دقايق بحركن شوي، هلأ عنا المقلية على الغاز، أكيد بحميها، والغاز على درجة حرارة متوسطة. بحط العجينة بالمقلاي. بسم الله، بهيدا الشكل، وبتركها لتستوي من الطبقة السفلى. بتأكد إذا استوت من الأسفل. بعد بدها شوي. هلأ استويت، حاول اقلبها. واو، لونها بعقد كتير حلو. كمان نفس الشي، بتأكد اذا اخدت لون حلو من الاسفل. بعد شوي. انتهينا من طريقة تحضيرها. هيدي الفطيرة، لكفي الباقيين. هول الفطاير اللي عملتن انا وياكن، هيدا الشكل النهائي. كتير روعة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.